قال السيد يوسف علي ميرزا الرئيس التنفيذي لشركة كريدي ماكس أن الشركة تواصل جهودها في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المالي من خلال توفير أحدث الخدمات الإلكترونية وآخر حلول الدفع الآمن تماشيا مع التطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال، مشيدا بالتسهيلات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي والمنظمين لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين. طبعا بالتطور اللي صير في التكنولوجي من ناحية المدفوعات عن طريق الموبايل، احنا بعد كنا سباقين فيها. احنا من 2017 نزلنا الوالت اللي تقبل الQR payments، ويعني انتشرنا في البحرين، وهذه طريقة دفع جديدة تاخذ وقت لين تاخذ مداها. واحنا نشوف احنا وغيرنا في السوق، والسوق سوق البحرين الحمد لله يعني فيها هي مفتوحة لأي شخص لأي طرف يبي يبها التكنولوجيا، والسنترال بانك والريجوليترز يسمحون يعني مسوين كل التسهيلات علشان الناس تواكب بتطور اللي يصير. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1398 نقطة، انخفاض نسبته 0.6%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعي الاستثمار والخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,615,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 238,000 دينار تم تنفيذها من خلال 43 صفقة. كشفت نتائج مسح القوى العاملة في دبي عن ارتفاع عدد المشتغلين في الإمارة إلى 2,242,000 شخص في العام 2018 بنمو نسبته 7%. وأعلن مركز دبي للإحصاء أن معدل البطالة في إمارة دبي بلغ 0.5% في العام 2018، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية الصافي 83% من إجمالي السكان ممن هم في سن العمل. توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج الاقتصادي، حيث يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على نحو 2 مليار أمريكي ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار. قالت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم يتم تسويتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن النمو قد يشهد المزيد من التباطؤ بسبب التوترات التجارية واحتمالات خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.